ألو، أهلا يا مريم، اتفضلي سؤالك. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل الشيخ سؤال. اتفضلي. يعني هو أنا كنت يعني جت يعني أنا بقالي فترة وكده مش بصلي، وبس أنا متضايقة جدا ومش عارفة أنا ليه ما بصليش. يعني انت عندك كم سنة يا مريم؟ أنا عندي 27. متجوزة؟ مخلفة؟ لا أنا حامل. طيب خلينا يا مريم هنرد يعني عليك، يعني هنرد عليهم. بقالها فترة مش بتصلي وهي متجوزة ومخلفة، معرفش هي ما قالتش السبب، بس فكرة انه حد كده الشيطان يركبه يصلي، ما يصليش بقى كسل، ما يصليش معرفش يعني ما يصليش وخلاص، يعمل ايه عشان يزق نفسه الزقة انه يصلي؟ وهي بما انها اتصلت بينا هي طبعا مش عاجبها الموضوع. بالظبط. هو الحقيقه بالنسبه للصلاه هي محتاجه شويه حاجات بسيطه قوي عشان تعملهم وتصلي. اول حاجه ان اول ما الوقت ياذن تقوم تصلي. نمره اتنين، ما تلتفتش لما فات من ورا، يعني ما تقعدش تقول، مثال هضرب مثل بسيط للناس اللي ما بتصليش، يعني مثلا النهارده الفجر جدا ما صليتوش وما صليتش هي الظهر، العصر جدا دلوقتي، قوم صلي العصر دلوقتي. سهله خالص اهو. طب والفجر والدور مش غش بالك، صلي بس العصر، فات منها المغرب خلاص مش مهم، جه العشاء خش في العشاء. ده للناس اللي مبطله الصلاه، ده مش حكم شرعي ولا حكم فقهي، انا بقول للناس اللي مبطله الصلاه هو بنجيب بس رجليهم بنعودهم حبه حبه. لان قدر الصلاه عند العبد هي بمقدار دين العبد، مقدار الصلاه عند العبد بمقدار دين العبد. فانا ما اقدرش اقوم اقول لو واحد ترك الصلاه او ما ان هو مش قادر يصلي او متكاسل او كذا ان هو ما عندوش دين مطلقا، لا، بس بفهمه ان انت مقدار الدين عندك متين، فالدين عندك اقوى منك، شدك موقعك في الارض خالص، فمطلوب ان انت تحاول انك تقوم، حاول انك تقف وتقع وتقف وتقع لغايه ما تقف ما تقعش، حاول انك تعمل كده. هو ده ده ده, ده فكره. هو المحاولات في الصلاه ده دي مش ما يعتبرش جهاد ولا يعتبر تقصير؟ لا هو تركه للصلاه تقصير، ده قصه ثانيه. بس فكره انه زي ما بيعمل، لو زي ما حضرتك بتقول كده ان هو زعلان، انا بعلمه المجاهده. انا بعلمه ازاي يعني نفسه. هل دي تحسب له جهاد ولا ما تحسبش جهاد اصلا وهو كده كده مقصر حتى؟ لا مهما بتتحسب له، لا بتتحسب له المحاولة. لا ما فيش حاجه في الدين ما بتتحسبش. هو بيتحسب له المحاولات بتاعته. يعني الانسان مثلا في الحديث لما اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنوب فاستغفر فربنا غفر له، فرجع عمل ذنب تاني، فيرجع يقول يا رب تبت اليك، فيقول عبدي اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني فغفرت له، فيجي ثالث رابع خامس كل مرة يقوم ربنا يقول له كده، فيجي في مرة بقى من المرات يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة اشهدوا أني قد غفرت له، افعل ما شئت فقد غفرت لك. ساعة لما ربنا بيقول له افعل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ربنا اداله حاجة تقويه على عدم الوقوع في المعصية بعد ذلك. لكن في الفترة اللي فاتت كان ربنا يعلم أنه هيقع في المعصية مرة واثنين وثلاث. بعد كده لما العبد فضل يعمل محاولات ويتوب محاولات ويتوب، فقام ربنا اداله بقى الحصانة اللي هي ما ترجعوش تاني الى المعصيه. فالانسان لما يعمل كده، انا بضرب مثل بقى اللي بيصلي، حاولي تعملي كده اول ما قومي صلي العصر دلوقتي. يعني مثلا وهكذا تفضل تعمل، تحاول تعمل الحركات وتتحرك كده مره واثنين وثلاثه لغايه لما تبدا تاخد وضع الانتظام. شوفي، في واحد ممكن يبقى اليوم كله عدى صلى فيه وقتين، تاني يوم هيبقى وقت، تالت يوم هيبقى تلات اوقات، بعد كده بقى اربعه، بعد كده بقى خمسه، بعد كده بقى له اسبوع ما بيسقطش منه ولا وقت، بعد كده سقط منه وقت، بعد كده رجعه. هتبص تلاقي فيه يعني في هات خد في التعامل. بعد كده هيبص يلاقي نفسه خلاص وقف على الطريق. لاننا لا يمكننا ان نقف على طريق الدين بهذا الوقوف السهل الميسور. لا، الدين متين. صحيح. الدين متين. والنبي قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، ادي كلام النبي عليه الصلاه والسلام. بمعنى سددوا وقاربوا، سدد يعني توسط في العباده. خد على قدك. اعمل يعني سد اللي عليك، سد اللي عليك على قد ما توسط، يعني ما تقعدش تعقد في نفسك. يعني مثال الظهر قبل ركعتين وبعديه اربع ركعات، او العكس اربعه قبل واثنين بعد حسب خلاف العلماء. في واحد مثلا ما بيصليش، فلما يجي يقول لك يا لا ده انا لسه هصلي قبل الظهر اربع ركعات وبعد الظهر ركعتين والظهر اربع ركعات، إيه انا لسه هصلي ثمان ركعات ولا بتاع، لا ولا 12 ركعه، لا ده كتير قوي. لا يا سيدي، صلي الظهر بس، صلي الاربع ركعات بتوع الظهر، اسقط عن نفسك الفريضه، لما تبقى تلاقي عندك وقت تاني خش يا عم صلي السنه، ما فيهاش اي مشكله، وهكذا يكون الحال.